جدنا في عيد أول شيء يعني نتجهز العيد لأنه يوم مبارك، وبعدين نروح نصلي صلاة العيد مع الأهل، بعدين نروح نزور الأهل والأقارب ونعايد الأهل الوالدين والأخوان، وبعدها نتجمع كذا، بعدين نروح المولات نتقضى نتمشى نتقوى من هالأمور يعني. من أهم العادات في العيد الواحد يواصل أهله، يروح لأقاربه، يروح لجماعته، يروح ل يعني يعايد على الناس القريبة منه. كل عام وانت بخير. تصلي العيد تلبس وتروح لأقاربك وشيبانك، إذا لك شيبان وربعك تزورهم تسلم عليهم، فرحة فرحة العيد الزيارات والسلام والحفلة والوجبات عند ربعك، تروح لهم تاخذ عندهم قهوة وحلا، وهذه سبحان الله سنة الله الزيارات ووصل الأرحام. العيد عندنا مثلا في السعودية لا تباع، طبعا تبدأ أول شيء باستعداد الأسرة في اللبس الجديد، وسواء الأطفال النساء الرجال الكبار، طبعا لها احتفالات خاصة حكم أنها بعد شهر فضيل، نسأل الله أن الله يتقبل من جميع المسلمين هذا الشهر الفضيل. طبعا يتجهزوا بعد صلاة الفجر يبدأوا صلاة العيد، كل الأسرة يصلوا العيد جميعا، بعدها جميع الأسرة يلتقوا، ويصير عندنا اللي هم زيارات للأسر يعني بيت بيت، يعني لازم أن نتواصل معاهم، طبعا يبدأ السلام الحار بينهم. طبعا إيش هذه اللي هي الثلاث الأيام العيد الأولى، التواصل مع الأرحام مع الأخوان الأخوات، وطبعا كل الأسرة يجتمعون دائما في يوم العيد. ننتهي من صلاة العيد بإذن الله تعالى، وبنعايد الأصدقاء اللي موجودين معنا في المنطقة، وبنزور الأحباب والأصدقاء في الدوحة. بالعيد نحن عم نشوف قرايبنا هون اللي عايشين بالكاتر، عم نجهز حالنا سهرة العيد، عم نشتري هدايا للأولاد صغار، وكل سنة انتم. كنا بنتوجه صباحا اللي هو المسجد لأداء صلاة العيد، بعدين بنروح على البيت جميعا، طبعا بنتجمع بنفطر سوا بنقعد سوا، بعدين بنشرب القهوة السادة اللي هي القهوة العربية، وبناكل حلو، وبالعادة احنا بنكون عاملين اللي هو المعمول الكعك، كعك بتمر بكون او كعك بجوز، عارف كيف، بنقعد كلنا مع بعض هيك بنسلم على والدي ووالدتي وبنعيد عليهم. نحن بسوريا طقوسنا انه بليلة العيد طبعا بتكون مجهزة الملابس، ملابس الاطفال الجديدة الكبار، دحلاية العيد كل شيء يعني. صباح العيد طبعا بيروحوا الرجال مع اطفالهم على المساجد، طبعا هون الامهات عم تكون عم تنظف البيت، تجهز الضيافة للناس اللي بدها تيجي بعد الصلاة. العيد بالنسبة لنا هو يعني عبادة ككل عبادات اللي احنا نأديها يعني كشعب مسلم، ما زلنا متمسكين بعادات قيام يعني صلاة الفجر وصلاة العيد، وحتى بالنسبة للوليدات الصغار الملابس الجديدة، وبعدها يعني عندنا أكل الحلو الحلويات التونسية الأصيلة اللي احنا متمسكين بها إلى يومنا هذا، وهذا هو يعني العيد في ككل، هو يعني لما في آخر المجال الطاف هو لما هو تتويج لصيام رمضان والقيام. إن شاء الله ربي يبارك لنا فيكم، وإن شاء الله ربي يحميكم ويحمينا، وإن شاء الله كل عام ونحن حيين بخير إن شاء الله. عيد الفطر لها أجواء خاصة، خصوصا أنه يأتي بعد عيد الأضحى، يعني بعد تقريبا 9 شهور أو 10 شهور، فلذلك نبدأ يومنا بأول شيء صلاة الفجر، بعد كذا نروح نصلي العيد، نرجع البيت نفطر مع العائلة والأهل والإخوان، وبعد كذا نطلع نبدأ نعيد على الأهل والإخوان والأقارب كبار السن، نبدأ فيهم بداية الصباح، وبعد كذا نرجع نصلي صلاة الظهر ونتغدى جمعة الأهل، يعني جمعة صغيرة ما هي جمعة كبيرة، بعد كذا نروح ننام إلى صلاة العصر. صلاة العصر نبدأ المشوار الثاني في عملية الأعياد، ونعيد على الجيران والأصدقاء والناس اللي موجودين داخل الفريج وداخل الحي، بعد كذا نصلي المغرب، نجتمع عند الوالدة بعد المغرب نتقهوى وكذا، وبعد صلاة العشاء يعني نفتح المجلس ونستقبل الضيوف اللي يجون من الفرجان الثاني ومن الأماكن الأخرى.
طبعا احنا الطقوس بتاعتنا اكيد احنا زيارات الاقارب طبعا، وانت عارفين بقى الغداء والكبسه والمجبوس وكده، واكيد الطقوس بتاعتنا الحلوه يعني بتاعت الدول العربيه كلها وقطر عامه يعني، مننا احنا في قطر يعني، فيعني طقوس جميله وحلوه قوي. اول شيء صلاه الفجر، وبعدها سنه التمر ثلاث تمرات، وبعدها عاد صلاه العيد، ومن عقبها اول شيء نعيد الجدان والعمان ونعيد الأصدقاء والأقارب. طبعاً لأن يوم العيد يوم فرح، فكل الناس يصيرون مستانسين وفرحانين، وعقبة تيجي غيبوبة العيد وبس. ومن عقبة بالليل في اجتماع العائلة الكبير. أول يوم العيد تعرف نروح نصلي صلاة العيد ونزور الأقارب الموجودين حوالينا ونعايدهم ونأدي الواجب على قولتك. نصلي صلاة العيد جميع، بعد الصلاة نفطر، بعدها نزور الأقارب أو يزورونا. فرحة العيد لها يعني فرحة غير عن أي فرحة، يعني فرحة نلتقي مع أقاربنا ونستانس يعني وننبسط، نسوي فعاليات ونزور شيباننا واللي لهم حق علينا. بنعيد على الأهل، بنعيد على الأصدقاء، بنعيد على الأحباب، بنعيد على الأولاد. طبعاً أخذهم أماكن مثلاً عشان معنا أطفال، أهم شيء نحن نفرح الأطفال، دي يعني أهم شيء في الدنيا. بنوديهم الملاهي يفرحوا ويتمتعوا وينبسطوا. أول شيء نروح نصلي العيد ونزور الأقارب الشيبان وكبار السن والأقربة ونجتمع معاهم. بالنسبة عنا للبنان يعني طرابلس بالتحديد، يعني ببلش عندنا العيد من قبل بيوم يومين تقريبا من العيد، ببلش العام تتبضع تنزل على الأسواق وهيك. مثلا صباح العيد بنروح على صلاة العيد نحن والولاد ونرجع من زور الأهل أكيد أول يوم تاني يوم تالت يوم. أول حاجة لبس العيد عشان الولاد، وبعد كده حاجة العيد اللي هي بتاعت المصريين العادية، ترمس السوداني والحلبة مزروعة وكعك العيد طبعا ده أكيد. نلبس لبس العيد، نروح نصلي صلاة العيد، نرجع نلاقي الوالدة مسويت لنا فطاير بكشك وقالب، هاي أكلات شعبية يعني بسوريا. بس نخلص نفطر وكذا نيجي بنروح على نصل الأرحام ونعايد على الأرحام جميعهم وكلهم. بس نخلص صلاة الأرحام بنروح نعايد الأصحاب وهكذا، ثم بنروح على البيت نستقبل الضيوف اللي بدهم يعايدونا اللي بهنونا بالعيد، فنستقبلهم ونستناهم بالبيت. حنا في العيد نظهر فرحة العيد بزيارة الأقارب وبالتراحم وبالفرحة. العيد عيد المسلمين ونعايد عليهم جميعا في مشارق الأرض ومغارب. أول ما أصحى من النوم بطلع الصلاة على طول، وبعد الصلاة واخذ البلك بقابل أصحابي ونروح على الحدائق والجناين واخذ البلك ونقضي زي اي حاجه عاديه يعني. بس والله يعني نحن بنطلع بنشوف الاماكن السياحيه هون في قطر، في سوق واقف، في اماكن مختلفه، في فعاليات جميله في العيد تبدا من يوم الجمعه ان شاء الله، وتنعاد على الجميع بالف صحه وسلامه وخير. يوم العيد ان شاء الله بدايه راح نصلي عيد، وبعدها ان شاء الله نروح عند الاهل والجماعه ونعايدهم، وهذا هو جدولنا العيد على كله. واخر شيء نكون عندنا اللي هي وجبة الغداء مع الربع والجماعة.